in the miles. هي النهاردة إن شاء الله هناخد آخر محاضرة في الماسكو سكيلتر، المرة الجاية مراجعة، المرة اللي بعديها إن شاء الله امتحان. امتحان، ها؟ امتحان نذاكر. الألتيميت بتاع الأنكل اللي هناخده النهاردة برضو زي أي حاجة، هناخد ال اوفر فيو على الانكل، وهنتكلم على البونز والماسلز والليجامنتس ونيورو فاسكولار باندل. المحاضره مش طويله، والمفروض ان شاء الله سهل. المحاضره بتاعت النين كان فيها مشكله، حد ذاكرها او في لا فيها مشكله؟ كنت شايفين في مشكله في المنسكاي حاجه. لا انا ذاكرت دي من زمان الصراحه، بس لسه ما وصلتهاش دلوقتي. طيب ماشي. عموما قبل المراجعه لو في حد هيبقى عنده مشكلة أو عنده سؤال يقول، أنا هجيب لكم حالات ونشوف هنمشي سيستماتيك. محاضرة المراجعة دي مهمة أوي المرة الجاية إن شاء الله، فياريت كلكم اللي عنده ظروف يحاول يخلصها يعني قبل المحاضرة ويحضرها يعني. طيب الأنكل أوفر فيو، الأنكل ده جوينت شبه شوية بتاع الإلبو اللي هو الهينج جوينت. احنا عندنا الأساس فيه هو الأرتكريشن ما بين الديستال تيبيا والديستال فيبيرا والتيلس، العظمه دي اسمها التيلس. هو الارتكريشن ده بيسموه تيبيو تيلر ارتكريشنز او الانكل ايه او الانكل جوينت. مين اللي هو الارتكريشن بتاع تيبيو تيلر ارتكريشن ده؟ هو يمثل الانكل جوينت زي ما قلت لكم، هو هينج جوينت. والهينج جوينت ده بيسمح بحركه غالبا واحده بس، اللي هي الفليكشن والايه والاكستنشن، اللي هو بيسموه دورز فليكشن دورز اكستنشن الايه للانكل ايه الانكل جوينت. طيب في اتنين جوينت تانيين مالهمش قوي علاقه بالانكل جوينت، بس لازم نبص عليهم واحنا بنكزامن الانكل جوينت، اللي هما الارتكريشن ما بين ديستال فيبيلا والديستال تيبيا، اللي هو الارتكريشن ده اللي هو بيسموه ديستال تيبيو فيبيلا ارتكريشن. لو كنت فاكرين ذكرنا ان ايه، كنا قلنا ان في ارتكريشن ما بين ميديال من لاترال فيبيلا لاترال تيبيا والفيبيلا بروكسيمال فيبيلا، وكنا قلنا عليه اسمه بروكسيمال تيبيو فيبيلا ارتكريشن. في هنا برضو ارتكيريشن ما بين ديستال تيبيا والفيبيلا ديستال فيبيلا، بيسموه ديستال تيبيو فيبيلا ارتكيريشن. في ارتكيريشن مهم جدا لازم نعرفه كويس، هو اسمه سبتيلر جوينت او سبتيلر ارتكيريشن. سبتيلر جوينت او سبتيلر ارتكيريشن هو ارتكيريشن ما بين العظمه دي اللي هي سموها التيلس والعظمه اللي تحتيها دي اللي هي تعتبر اسمها الايه الكالكينيوس، في ما بينهم جوينت اسمه سبتيلر ايه سبتيلر جوينت. والتاني جوينت اللي هنتكلم عليهم النهارده هو الاساس فيهم، اللي هو ده اللي هو التيبيو تيلر ارتكريشن، اللي هو بين الديستال تيبيا والعظمه دي اللي هي بيسموها التيلس. ده اول حاجه، ده اللي هو يمثل الانكل جوينت. في اتنين جوينت لازم نشوفهم واحنا بنكزامن الانكل جوينت، اللي هو ده اللي هو اسمه ديستال تيبيو فيبيلا ارتكريشن، واللي هو ده اللي هو بيبقى تحت ما بين التيلس والكالكينيس، اللي هو بيسموه ايه سموه سب تيلر جوينت. ماشي ماشي كده لحد دلوقتي. طيب العظم اللي هنتكلم عليهم من اللي يمثلوا الجوينتس دولت هو الديستال تيبيا. والديستال تيبيا زي ما احنا عارفين اللي هي العظمه دي الديستال تيبيا. الديستال تيبيا الارتيكولار سيرفيس بتاعتها ليه اسم برضو مميز اسمه تيبيال بلافوند، اسمه تيبيال بلافوند. فاكرين لو كنت فاكرين لو كنتوا فاكرين التيبيال بروكسيمال تيبيال ارتيكولار سيرفيس كان بيسموها ايه؟ تيبيال بلاتو. فالارتيكل سيرفيس بتاع الديستال تيبيا بيسموه تيبيال ايه تيبيال بلافوند، اللي هو السطح ده بيسموه تيبيال بلافوند. الميديال بروسيس اللي هو ده البروسيس اللي ليها التيبي ديستال تيبيا دي ليها بروسيس ميديالي كده بيسموه ميديال ايه ميديال ماليولس. يبقى البروسيس بتاع التيبيا اللي طالع كده ميديالي اسمه ميديال ايه اسمه ميديال ماليولس. يبقى احنا عندنا في الديستال تيبيا حاجتين مهمين، ده الارتيكل اسمه تيبيا بلافون، والبروسيس اللي بروجكتد ميديا دي اسمه ميديا ايه ميديا مالس. اما بالنسبه للفيبيلا الديستال فيبيلا، فالديستال فيبيلا بيبقى ليها بروسيس كده، البروسيس ده بروجكتد لاترالي بيسموه ايه بيسموه لاترال مالس. يبقى انا عندي لاترال مالس وعندي ميديا مالس، وبعد كده عندي ديستال تيبيا وديستال فيبيلا، والارتيكل بتاع التيبيا بيسموه ديستال ايه بيسموه تيبيا ايه تيبيا بلافون. ده بالنسبه للديستال تيبيا والديستال ايه والديستال فيبيا. طيب
التيلس والكالكينيس دول عظمتين مهمين لازم نكون عارفينهم في كاناتومي، ولازم يبقى في شويه بون مارك لازم نكون عارفينهم. التيلس دي اللي هي العظمه اللي هي بتيجي تركب عليها التيبيا، الديستال تيبيا. التيلس دي عظمه بتبقى من عظمه تارسال بونز، بيبقى ليها كومبوننت، ثلاثه كومبوننت مهمين. الكومبوننت الاولاني دي بيسموها الهيد، كومبوننت العظمه القدامانيه دي بيسموها الهيد اوف تيلس. دي العظمه دي الهيد اوف تيلس بتارتكيت مع عظمه قدامانيه اسمها نافيكولار بون، بس مش مهم دلوقتي خلاص. فدي الهيد بتاعتها. بعد كده يجي كونستريكشن كده، الكونستريكشن ده اسمه نيك، زي ما احنا اي عارفين زي اي قاعده اي كونستريكشن بعد الهيد يمثل اسمه ايه، نيك. يبقى دي بيسموها الكونستريكشن ده يسموه نيك اوف ايه، اوف تيلس. اما الجزء الخلفي ده، الجزء الخلفي ده كله اسمه البادي اوف تيلس. خلي بالكم الكومبوننتس دول مهمين عشان اي فراكتشرز لازم توصف هو فراكتشرز ماشي في النيك ولا في البادي ولا في الـ ولا في الهيد، لازم تكونوا عارفين الاسامي دي. التيلس ليها هيد ونيك وليها ايه الجزء الخلفي ده اسمه البادي. البادي ده ليها اتنين بروسيس، بروسيس لاترال كده، بروسيس ده اللي هو رايح لاترال، لاترال بروسيس، واللاترال بروسيس ده بيارتكريت مع الفيبيلا، مع الديستال فيبيلا. وليها بروسيس رايح بوستيريولي كده راجع لورا اللي هو ده يمثل ده اسمه بوستير بروسيس. البوستير بروسيس خلي بالكم عشان في حاجه مهمه، ليه اتنين تيوبريكل، تيوبريكل رايح لاترال اسمه لاترال تيوبريكل اللي هو ده، وليه تيوبريكل رايح ميديال اسمه ميديال تيوبريكل، وفي ما بينهم جروف. جروف ده مهم جدا لانه بيمشي في تندون بتاع عضله اللي رايحه للصباع الكبير اسمها فليكسور هاليشس لونجس تندون. يبقى تاني البادي بتاع التيلس، البادي بتاع التيلس اللي هو الجزء الخلفي من التيلس ليه بروسيس لاترال بيجي ارتكيوليت مع الايه ديستال فيبيلا، وليه ارتكيوليت بوستيريولي، البروسيس بوستيريولي، البروسيس البوستيريولي ده ليه اتنين تيوبريكل، تيوبريكل ميديال لاترال وتيوبريكل ميديال. التيوبريكال ميديال والتيوبريكال لاترال ما بينهم جروف، الجروف ده اسمه بيبقى ماشي فيه تندون بتاع عضله اللي رايحه الصباع الكبير اسمه فليكسور هاليشس، يعني فلوكسر هاليشس لونجس تندون. كده كويس لغايه كده مفهوم التيلس خلاص. طيب لو جيت التيلس دي قلبتها وشفت الانفيرو سيرفيس بتاعها، لو جبت التيلس دي ورحت قلبها وبص على الانفيرو سيرفيس بتاعها من تحت، انا ده السطح الانفيرولي اللي هو ده اللي هو من تحت اللي هو ده الانفيرو سيرفس. لو جبت التيلس قلبتها كده هلاقي فيه 3 فاسيت مهمين، 3 فاسيت، واحد اسمه انتيريور بيبقى تحت الهيد على طول، وواحد اسمه ميدل، وواحد اسمه بوستيريور. الانتيريور وميدل وبوستيريور فاسيت دولت يجي يركبوا على العظمه اللي تحتيها اللي هي الكالكينيس اللي هنتكلم عليه كمان شويه عشان يعملوا جوينت اللي ما بين التيلس والكالكينيس اللي هو قلت عليه اسمه ايه؟ اسمه سب تيلر ايه؟ سب تيلر جوينت، هو جوينت تحت التيلس عشان كده بيسموه سب تيلر ايه؟ سب تيلر جوينت. بلاقي هلاقي على السطح بقى العلوي من الكالكينيس هلاقي في 3 فاسيت برضو، الثلاثه فاسيت دولت يارتكريت مع الثلاثه فاسيت دولت يعملوا الايه السب تيلر ايه سب تيلر جوينت. طيب ما بين الميدل، ما بين الميدل فاسيت والبوستيرو فاسيت. اتفضلي منه. ما بين الميدل فاسيت، ما بين الميدل فاسيت والبوستير فاسيت في سالكس، السالكس اللي في النص ده اللي هو جروف اللي في النص ده اسمه تيلس سالكس. ان شاء الله برضو هنلاقي في السوبير سيرفيس بتاع الكالكينيس في سالكس فوقيه. الاثنين سالكس دولت لما يتحدوا مع بعض يبينهم يعملوا ما بينهم سبيس، السبيس ده بيسموه ساينس تارساي وهنتكلم عليه في احنا بنكزامن الايه بنكزامن الانكل. يبقى دي التيلس، التيلس ليها هيد نيك بادي، بادي ليها لاتر بروسيس بوسيو بروسيس، بوسيو بروسيس لميديا تيوبريك لاتر تيوبريك اللي ما بينهم جروف فور فليكسور هاليجوس لونجس تندون. الانفيرو سيرفيس ليهم ثلاثه فاسات انتيرو ميدل وبوستيريور ارتكريت مع الانتيرو ميدل وبوستيريور بتاع السوبيريور كالكينيس يعملوا سب تيلر جوينت، في بينهم جروف فور ساينس تارساي. ده هقول الكالكينيس يا شباب، الكالكينيس، الكالكينيس احنا عندنا عظمه بقى الكالكينيس اللي هي العظمه التحتانيه. الكالكينيس دي بيبقى ليها برضو كومبوننت مهم من الكومبوننت ان احنا نعرفه،
ليها بروسيس طالع لقدام اسمه انتير بروسيس، ليها بروسيس طالع لقدام اسمه انتير بروسيس. الجزء المين كومبوننت بتاع الكالكينيس اسمه البادي اوف كالكينيس، وليها بروسيس طالع لورا اسمه كالكينيا تيوبروستي او كالكينيا او كالكينيا بروسيس او بوسيو بروسيس زي ما تحبوا، اسمه كالكينيا تيوبروستي. ده كالكينيا تيوبروستي ده بيبقى ماسك في تندون قوي جدا، اقوى تندون في الانكل اللي هو اسمه اكيليس تندون. اكيليس تندون ده بيجي يمسك في كالكينيا تيوبروستي هنا خلاص، فده اسمه كالكينيا تيوبروستي. الانتير بروسيس ده بيارتكليت مع عظمه اسمها كيوبويد، ده برضه بقيه العظم بتاع التارسال بول اسمها كيوبويد. وخلي بالك الانتير بروسيس ده بيتكسر كتير، انتير بروسيس اوف كالكينيوس، فبالتالي لما يجي في كسر لازم تقول ان ذيس از انتير بروسيس مش هيد، مش انتير اسبكت، اسمه انتير بروسيس، انتير بروسيس اوف ايه اوف كالكينيوس. اما البادي بتاع الكالكينيوس اللي هو يمثل البادي بتاع الكالكينيوس بتاعنا ده، فالبادي بتاع الكالكينيوس ليه بروسيس، ده البادي بتاع الكالكينيوس ليه بروسيس بروجكتد ميديالي، وده مهم جدا. شايفين بروسيس الميديالي ده كبير جدا وبروجكتد ميديالي واضح جدا، بيسموه سستنتاكيولام تيلاي، اسمه سستنتاكيولام تيلاي، من اسمه كده اسمه سستنتين، يعني بيسبورت التيلس لان هو بيشيل فوق التيلس فعلا. فهو البروجكشن ده ميديالي ده اسمه البروجكشن، البروسيس الميديالي اسمه ايه؟ اسمه سستنتاكيولام تيلاي. ليه بروجكتد لاترالي كده اسمه ده بيبقى صغير اسمه بيرونيا تيوبريكل، بيجي يلف عليه برينياي تندونز، في تندونز كده موجودين على اللاترال اسبكت مسؤولين عن ان هم يعملوا ايفرجن للانكل، يعملوا حركه كده اسمها ايفرجن او بيسموهم ايفرتور، ان هم يجي يمشوا يعملوا زي يجي يلفوا حواليه ويخشوا جوه الايه؟ جوه الانكل. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه البيرونيال ايه؟ بيرونيال تيوبريكل. وبالتالي البادي ليه بروسيس كبير بوينتد ميديالي، واول ما بشوفه بعرف ان ده ميديال وده لاترال من غير ما اعمل اي حاجه. يعني لو ما شفت سستنتاكيولم تيلاي بروجكتد ميديالي، والبروسيس اللي بروجكتد لاترال اسمه ايه؟ البيرونيال ايه اللي هو ده اللي هو الصغير ده اسمه بيرونيال ايه؟ بيرونيال تيوبريكل. طيب السوبيريور سيرفيس بقى بتاع الكالكينيوس، السطح العلوي من الكالكينيوس هلاقي عليه ثلاثه فاسيت، الثلاثه فاسيت دوت انتيرو ميدل وايه وبوستيريور، انتيرو ميدل وبوستيريور، انتيرو ميدل وبوستيريور دوت ارتكيوليت مع الايه؟ مع الانتيرو ميدل بوستيرو بتوع الانفيرو سيرفيس بتاع التيرس، التيرس تيجي تركب عليه خلاص عشان يعملوا الايه؟ عشان يعملوا الايه؟ الايه؟ السب تيلر ايه؟ سب تيلر جوينت. وبالتالي احنا عندنا كام سب تيلر جوينت كده؟ من هنا من الاسم ثلاثة، عندنا انتيرو سب تيلر جوينت ده مش مهم خالص، عندنا واحد اسمه ميدل سب تيلر جوينت ده اقل اهمية، ميدل سب تيلر جوينت ده بيبقى موجود سوبيريور للسستنتاكيولم تيلاي، يعني السستنتاكيولم تيلاي فوقيه على طول هو ده الميدل سب تيلر ايه؟ سب تيلر جوينت خلاص. واخر واحد اللي هو البوستيرو ده مهم جدا 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 اسمه بوستير سب تيلر جوينت، مهم ليه؟ لان هنتكلم على في حاجات في الباثولوجي اسمها كالكينيا فراكشر، كل الكالكينيا فراكشرز الناس اللي هم بيقعوا من فوق والكالكينيس بتتفتفت يقولوا كالكينيا فراكشر، كالكينيا فراكشر ده بيقسموه انتر ارتيكولار والاكسترا ارتيكولار بناء على ايه؟ بناء هل الفراكشر ده واصل للبوستيريور سب تيلر جوينت ولا مش واصل للبوستيريور سب تيلر جوينت، فمهم ان احنا نعرف فين هم الانتيرو ميدل والبوستيريور سب تيلر ايه جوينت وهم مكونين من ايه. طيب في ما بين الميدل والبوستيريور في جروف كده، ما بين الميدل والبوستيريور في جروف، الجروف ده اسمه كالكينيا سالكس، كالكينيا سالكس ده يقابل تيلر سالكس اللي فوقيه عشان يعملوا سبيس ما بينهم اسمه ايه؟ اسمه ساينستر سايت، ده الكالكينيس وده التيلس وده العظم اللي احنا هنتكلم عليه او او مهمين اللي احنا نعرفهم قبل ما نتكلم على الانكل جوينت. ماشي؟ هو احنا كده في الصوره اللي راحت احنا بنستلم من فوق من فوق، ده الانتير بروسيس وده البادي وده الكالكينيا تيوبروستي خلاص، ده السوبيريور ده الانتيرو ميدل وبوستيرو فاسيت، ده سستنتاكيولام تيلاي وده لاترالي ذيس از ذا بيرونيال اي بيرونيال تيوبريكل، وهنا الجروف اللي هو المفروض بيبقى ميدل وبوستيرو عشان يعمل ايه؟ ساينس سرسال. ماشي؟ الكلام ده اقدر اشوفه في الاكس راي او في السي تي او في الام ار اي، بس الاكس راي والسي تي المفروض ان هم بيبينوا العظم احسن من الام ار اي. طيب فتقدر تشوف كل اللاند مارك اللي احنا قلنا عليه، فانا اقدر اشوف ان ديس ديستال تيبي، واقدر اشوف الارتيكال سيرفيس اللي احنا قلنا عليه اسمه تيبيا بلافون، واقدر اشوف البروجيكشن اللي هو ميديالي ده اسمه ايه؟ اسمه ميديال ماليلس، وقلت ده ديستال فيبيلا، واقدر اشوف البروسيس ده اللي هو او بروجيكشن بروسيس ده اسمه لاترال ايه؟ لاترال ماليلس، واقدر اشوف ده التيلس بتاعتنا، والتيلس بتاعتنا دي البادي بتاعها، واقدر اشوف الارتكيليشن ما بينها وبين الديستال تيبيا اللي هو بيسموه تيبيو تيلا ارتكيليشن اللي هو يمثل ايه؟ الانكل ايه؟ الانكل جوينت، واقدر اشوف الديستال تيبيا الديستال فيبيا وهي بتارتكيليت مع البروسيس ده اللي هو من التيلس اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ اسمه لاترال بروسيس، فاللاترال بروسيس ده بيجي يركب معاه الايه الفيبيلا ويعملوا الايه برضو من جزء من الاجزاء بتاعه الايه بتاعه الايه الانكل ايه الانكل جوينت خلاص.
اقدر اشوف التيلس بتاعتنا في اللاترال فيو، واقدر اشوف المقدمه بتاعتها اللي بيسموها الهيد، واقدر اشوف الكونستريكشن ده اللي بيسموه النك، واقدر اشوف الجزء الخلفي ده اللي هو بيسموه البادي، وده البوستير بروسيس اللي احنا كنا قلنا عليه بيكون من اثنين تيوبريكل وما بينهم ايه؟ ما بينهم جروف. البوستير بروسيس ده في ما بينهم اثنين تيوبريكل وما بينهم ايه؟ ما بين جروف. اقدر اشوف العظمه التحتانيه خالص دي اللي بيسموها الكالكينيوس، والجزء القداماني بتاعها اسمه انتيرير بروسيس، والجزء المين بتاعها البلك بتاعها اسمه البادي اوف كالكينيوس. واقدر اشوف التيوبروستي اللي راجع لورا ده اللي هو اسمه ايه؟ كالكينيا تيوبروستي، الشادو بتاع اكيد ستندر اللي جاي بينسرت فيه، فده ايه؟ ده كالكينيوس ايه؟ كالكينيوس تيوبروستي. اقدر اشوف اقول لكم ان الجوينت اللي هو بيبقى ما بين التيلس وما بين الكالكينيوس اسمه ايه؟ اسمه سبتيلر ايه؟ سبتيلر جوينت. ماشي؟ اه اه ليه اسم تاني كان اسمه لا الاوسترايجونيوم ده مش الاوسترايجونيوم ده اكسسوري اوسكل تبقى ريليتد للحته دي يعني خلاص. تبقى موجودة بس كبير. لا عظمه زياده موجوده، تلاقي في عظمه زياده موجوده ده اكسسوري اوسكل تبقى موجوده عند ريليتد للبوستير بروسيس هنا صح، بتتشاف كتير. اه اوسترايجون دي اوسترايجونا خلاص، ولما تضايق التندون اللي جنبها اللي هو بتاع الفليكسور هاليوس لونج ستندون بيسموه بيسموه اوسترايجونوم سيندروم، تلاقي ان جنب الفليكسور هاليوس لونجس فيها تينو سينوفايتس، تلاقي في فلويد حوالين التندون بتاعها، يبقى سموه اوسترايجونوم سيندروم. اما لو كان بروسيس ده طويل قوي بيسموه ستيدات بروسيس، ستيدات اس تي اي اي دي اي بروسيس، لان البروسيس هو ذات نفسه طويل جدا خلاص. واحد من التيوبريك بيبقى طويل جدا اسمه ستيدا بروسيس. ماشي؟ طيب في سبيسز كده مهمين لازم نأسسه واحنا بنكزامن الانكل، اللي هو المسافه ما بين التيلس والميديال ماليوس، المسافه دي بيقولوا ما تزيدش عن 4 مللي، بيسموها ميديال مورتس سبيس. في سبيس ما بين اللاترال تيلس واللاترال فيبيلا، المفروض السبيس ده يسموه لاترال مورت سبيس. السبيس دي لما بيوسعوا بعرف ان في سام سورت اوف ليجامنت ديسربشن خلاص. والسبيس اللي هو بيبقى ما بين الديستال تيبيا والفيبيلا اللي هو السبيس ده اللي هو بيسموه ديستال تيبيو فيبيلر سبيس، المفروض السبيس ده برضو ما يزيدش عن 4 مللي، كلهم 4 مللي او 5 مللي بالكتير، ما يزيدوش عن 5 مللي بالكتير، لو قسناهم كلهم ما يزيدوش عن ايه؟ عن 5 مللي بالكتير سبيسز. واحنا بنأسس الايه؟ بنأسس ايه؟ الانكل جوينت. طيب يعني اقل من كام بقى يبقى كده في نرويج في لا السبيس. هو احنا مش عايزين يعني مش يعني مش الاهم في اللي هم يوسعوا عن كده، لان الوسع بتاعهم عن كده يؤدي الى اعرف ان بطريقه غير مباشره ان ذيس از انكل انجري، يعني في ليجمنت انجري. ماشي؟ طيب السي تي اقدر اشوف كل الحاجات دي، اقدر اشوف في الكورونال ايمجز الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ده التيلس خلاص، وده السوبر سيرفيس بتاعها او الدوم بتاع التيلس، وده الانفيوسر بتاع الديستال تيبيا اللي سموه تيبيا بلافون، والبروسيس ده اسمه ميديان ماليلس، وده ديستال فيبيلا، وده الايه اللاترال ايه اللاترال ماليلس، وزي ما قلنا البروسيس اللي بيارتكليت مع الفيبيلا ده اللي طالع ده اسمه ايه لاترال ايه لاترال بروسيس اللي هو بيجي ارتكليت مع هنا خلاص. واقدر اشوف في الارتكيليشن ده اللي احنا قلنا عليه تيبيو تيلر ايه تيبيو تيلر ارتكيليشن. في الكورونال ايمج ده احسن حاجه انك تاسس فيها ستاب تيلر جون بكل الكومبوننت بتاعه. ازاي؟ لو قلت لكم ان ده البادي بتاع التيلس وده البادي بتاع ده البادي بتاع التيلس وده البادي بتاع الكالكينيوس، فالارتكيليشن ما بينهم ده يمثل بوستيرور فاسيت بوستيرور ستاب تيلر ايه ستاب تيلر جون، وده بيبقى مور بوستيرور. لما اجي اطلع لقدام هلاقي شايفين دي الكالكينيوس اهو يا شباب، لو لقيت الكالكينيوس ليها بروز طالع ميديالي، ده اسمه ايه البروز اللي طالع ميديالي ده؟ ده اسمه ايه؟ ده كيلام تيلاي. اه ده مهم جدا وليه منظر مهم، ان شايفين ده الكالكينيوس ليها زي شفه كده، شفه كده شايله فوقيها الايه؟ شايله فوقيها التيلس. الشفه دي اول ما بشوفها بعرف ان ده اسمه ايه؟ سستنتاكيلام تيلاي. السبيرو سيرفيس بتاعه السبيرو سيرفيس بتاعه بيبقى فلات وبيبقى شايل معاه او بيارتكيليت مع الايه؟ مع التيلس، ويعملوا ده الايه؟ اللي احنا قلنا عليه ده الميدل سب تيلر فاسيت او ميدل سب تيلر جوينت. الميدل سب تيلر جوينت مش احنا قلنا ان للسستنتاكيلام تيلاي، انت بعرف ازاي الميدل؟ بعرف الميدل ازاي؟ ان انا اشوف في الشفه دي اللي هي بتاع السستنتاكيلام تيلاي فوقيها على طول this is the middle ايه middle facet، ده middle facet بتاع subtalar ايه subtalar joint. يبقى انت لو عايز تشوف ال posterior facet شوف البادي بتاع التيلس والبادي بتاع الكالكينيوس، وده الارتكيليشن ما بينهم، هو ده ال posterior facet بتاع subtalar joint. عايز تعرف ال middle facet فين؟
بص على السستنتاكيولم تلاي اللي هو الشفه دي، شوف الارتكيوليشن ما بينهم، يبقى ذيس از ذا ميدل ايه، ميدل فاسيت. الانتيرو فاسيت مش مهم، الانتيرو فاسيت بيبقى تحت الهيد بتاع بتاع التيرس، بس مش مهم خالص. الانتيرو فاسيت ده ملوش قيمه قوي، خلاص. العظم اللي في الصورة الثالثة دي ده اخر اول حته في التيلس اللي هي الهيد بتاع التيلس، ودي اخر حته او انتير بروسيس بتاع الايه، بتاع الكالكينيز. بس مش مهم، انا قلت لكم لما احنا بنقطع، لما احنا بنقطع سيريس، انا جايب صور مصمطه، ما ينفعش ان انا اجيب صور كده. لما تبقى سيريس كلها هتلاقي ان دي هي هي كتكمله دي، فدي دي التيلس، فلما تطلع لقدام نعرف ان دي از هيد اوف تيلس، وهكذا. ماشي. طيب في الساجيتال ايمج، في الساجيتال ايمج اقدر اشوف كل الحاجات اللي شفتها في اللاتر فيو بتاع الايه، بتاع الاكس راي. يعني انا اشوف ان الهيد دي ذيس بادي اوف ذا تيلس، اقدر اشوف دي النك بتاعت التيلس، اقدر اشوف ده الهيد بتاعت التيلس، اقدر اشوف ان ده الانتير بروسيس بتاع الكالكينيوس، اقدر اشوف ان ده البادي بتاع الايه، بتاع الكالكينيوس، واقدر اشوف ده الكالكينيوس تيوبروستي واللي جاي يمسك فيه الاكيلس ايه، الاكيلس تندون، خلاص. اقدر اشوف الارتكيريشن ما بين التيلس والبادي بتاع التيلس والبادي بتاع الكالكينيوس اللي هو بيسموه بوستيرو ايه، بوستيرو فاسات، زي ما احنا عارفين. شايفين بقى هنا، في هنا سالكس موجود في السوبيريور سيرفيس بتاع الكالكينيوس، في سالكس موجود في الانفيريور سيرفيس بتاع التيلس. السالكس ده حفره والسالكس ده حفره، يعملوا ما بينهم سبيس. السبيس ده اسمه ساينس ترساي، وخلي بالكوا عشان ده مهم. ساينس ترساي بيجي ساعات في امراض اسمه ساينس ترساي سندروم، بيجي يبقى الاقي في اديما، وده مدخل كبير جدا حتى لاي انترفنشنز في الانكل، لان هو سبيس موجود يقدر يخش منه، فخلاص. فاسمه ايه؟ اسمه ساينس ترساي. ساينس ترساي احسن حاجه اشوف فين؟ في الساجيتال ايمج. بشوف في الساجيتال ايمج، بشوف الاندنتيشن بتاع الكالكينيوس والاندنتيشن بتاع الانفيرسر بتاع التيلس، الاقي في ما بينهم ايه، سبيس. السبيس ده بيبقى ورا او 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 عند النك بتاعت التيلس، وورا الايه، الانتير بروسيس بتاع الكالكينيوس. هنا الاقي ذيس از ذا ساينس ايه، ساينس ترساي. ماشي. طيب في الاكزيال ايمج انا اقدر اشوف برضو كل الحاجات دي. في الاول خالص بقطع في الديستال تيبيا والديستال فيبيا، الاقي ده الديستال تيبيا وده اللي جنبها الايه، ديستال فيبيا. لما اجي انزل شويه اقدر اقطع فين، في الايه، في التيلس. لما انزل خالص اقدر اقطع في الكالكينيوس، خلاص. التيلس زي ما احنا شايفين كده اقدر اقول ان ده الانتير بروسيس، الهيد بتاعت، والكونستريكشن ده اقدر اقول عليه ده النك، والجزء الخلفي ده اقدر اقول عليه ده البادي. ولما الاقي في بروسيس رايح لاترال كده ناحيه الفيبرا اسمه اللاترال بروسيس، ولما الاقي في بروسيس رايح بوستيريورلي كده اعرف ان ده بوستيرور بروسيس اللي فيه اتنين تيوبريكل ما بينهم جروف. الجروف ده التيوبريكل ده اللي هو لاترال تيوبريكل، والجروف التيوبريكل ده اسمه ميديا تيوبريكل، وبينهم الجروف ده اللي هو بتاع الايه، بتاع العضله اللي هي بتاع التندو بتاع الفليكسور ايه، فليكسور هالوشس لونجس ايه، فليكسور هالوشس لونجس تندو. ماشي خلاص. طيب لما اجي اقطع تحت في الكالكينيوس اقدر اقول ان التيوبروستي اللي راجع لورا ده خالص اسمه ايه، كالكينيا تيوبروستي، وده البادي بتاع الكالكينيوس، وده البروسيس اللي قدامي ده اللي هو اسمه انتير بروسيس. ولو قلت لكم ان في هنا بروسيس رايح ميديال كده عامل زي الشفه ده اللي هو اسمه ايه، ده ساستنتاكيولم ايه تلاي. ولو قلت لكم في بروس كده صغير كده بيبقى موجود على اللاترال سيرفيس كده اسمه ايه، برونيال ايه، برونيال تيوبريكل، خلاص. ده اللي احنا قلنا عليه، ودي الاجزاء بتاعتنا. طبعا الكلام ده مهم عشان اساس الفراكشرز بتاعت الانكل، واشهر حاجه في الفراكشر بتاعت الانكل حاجه اسمها فيبر كلاسيفيكيشن او ويبر كلاسيفيكيشن بتاعت الانكل، وكلها بتعتمد على الفراكشرز بتاعت الفيبيلا وان ريليشن جوينت سبيس ولا لا. ده الديستال فيبيلا مكسور، لو هو ات ذا سايت اوف ذا جوينت بيسموه فيبر كلاسيفيكيشن او ويبر كلاسيفيكيشن تايب بي، لو اقل يبقى ايه، لو فوق يبقى سي. مش مهم يعني، المهم لازم نعرف الاجزاء بتاع العظم بتاعتنا عشان لما يحصل كسر في اي حته من الحتت دي نعرف نوصفه ازاي، ونعرف الاكستنشنز بتاعه ايه، واي كومبوننت هو اللي اتكسر مظبوط. طيب بالنسبه للمسلز والتندونز بتوع الانكل، وخلي بالكم عشان دلوقتي المسلز والتندون دول مهمين. مين هم المسلز والتندون بتوع الانكل دلوقتي؟ عندنا بيقسموهم الى اربعه جروب، انتير جروب، بوستير جروب، ميديا جروب، لاتر جروب. نخلص من بوستير جروب عشان ده اسهلهم، اللي هو الاكيلس تندون. الاكيلس تندون ده تندون بتاع الجاستروكنيميوس والسوليس، عضله بتاعت الجاستروكنيميوس والسوليس الاثنين مع بعض يتحدوا يعملوا مع بعض تندون كبير جدا عملاق اسمه اكيلس تندون. الاكيلس تندون ده بيجي يمسك فين؟ في الكالكينيوس تيبروستي. انتوا عارفين الاكيلس تندون ده اسمه اكيلس ليه؟ مش هو كان، ايوه ايوه قولي يا حنان قولي. فيلم ايوه بتاع ايه؟ بتاع اكيلس اللي هو كان بيقول ماشي عشان ايه الجمال ده؟ يا سلام. في الافلام شغاله ماشي.
الاكيليس ده هو زي ما هما بيقولوا كده، هو واحد كان حد يعني بيقولوا كانش اسطوره، يعني بتقول ان هو ما كانش بيموت، والسبب في ده ان والدته مسكته من الاكيليس ده من رجليه يعني، ونزلته في ميه مقدسه، فالميه المقدسه دي كانت بتحميه، ما كانش بيموت من اي حاجه. الحته الوحيده اللي ما كانتش نزلت في الميه دي هي الحته اللي كان ماسكها منها، اللي هو الاكيليس ده اللي هو التندون ده. فبيقولوا سبب موته ان هو اول ما مات اتخبط او اتضرب بسهم في الاكيليس تندون، فمات بسبب ده، لان ده الحته دي الوحيده اللي ما ايه اللي ما نزلتش في كان الميه دي. الاكيليس بيموت ده فوقع بقى فقعد يضربوه اه بقى. بالظبط. اتفرجت على تروي؟ تروي اه اه، شفت هو تروي؟ تروي هو يمثل الاكيليس تندون. لا مش شفته. ما انت كنت بتعملي ايه كده طول الوقت؟ ايه حياتك يا رسمه؟ مفيش كده. طيب الاكيليس ده هو ده قصته، هو ده اكبر تندون، وجاي بيمسك فين في الكاكاس دي. بس بعد ما قلت القصه دي، ولو سالتوك في الاكيليس وما جبتوش انت خربت خلاص بقى القصة هتبقى خلاص. فده الاكيليس تندون اهو، جاي بيمسك في الكاكاس دي. ده تندون وحيد اللي هو بيبقى متفرد كده ورا لوحده خالص، وبيبقى كبير جدا وعملاق جدا، اسمه ايه؟ اكيليس تندون. والمفروض ان الاكيليس تندون ده السوبر او الانتير سيرفيس بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى مور ليس فلات اور كونكيف، ما ينفعش يبقى ايه؟ ما ينفعش يبقى كونفكس. ده اول حاجه. طيب بالنسبه للميديال جروب واللاترال جروب، نخلص من اللاترال جروب لانه برضو دي تاني اسهل حاجه. اللاترال جروب اللي هم بيمشوا ورا الايه؟ الفيبيلا. لو انا بتكلم ان ديس ذا فيبيلا، خلاص دي الفيبيلا، ده لاترال. ففي اتنين تندون بيمشوا ورا الايه؟ ورا الفيبيلا. دي الفيبيلا وده ده اللاترال ماليوس وده الميديال ماليوس. اللي بيمشي ورا اللاترال ماليوس في اتنين، الاتنين دول اللي هم بيسموهم بيرونيس تندون. عندنا اتنين تندونز، واحده اسمها بيرونيس لونجس، وعندنا واحده اسمها بيرونيس بريفس. دول مسؤولين عن حركه اسمها ايه؟ الايفيرجن، ان هم يطلعوا الانكل شويه لبره، اسمها ايفيرجن اوف ذا ايه؟ اوف ذا انكل. سموهم حتى يسموهم ايفرتور. عندي عضلتين، عضله اسمها بيرونيس بريفس، وعندي عضله اسمها بيرونيس لونجس. طب مين اللاترال؟ اللاترال از لونجس، ال مع ال، فالبيرونيس لونجس از لاترال تو ذا بيرونيس ايه؟ بيرونيس بريفس. والاثنين بيبقوا موجودين ورا اللاترال ايه؟ ورا اللاترال ماليوس. يبقى ورا اللاترال ماليوس عندي عضلتين، بيرونيس لونجس وبيرونيس ايه؟ بيرونيس بريفس. طيب اما الميديال جروبس فهم اللي ورا الميديال ماليوس، فانا عندي ثلاث عضلات. الثلاث عضلات دولت اولهم واكبرهم حاجه اسمها تندو بتعوض اسمها تيبيالس اي تيبيالس بوستيريور. العضله دي اللي هي الاولانيه اسمها تيبيالس اي تيبيالس بوستيريور. وتيبيالس بوستيريور دي عضله مهمه جدا جدا للانكل، وبيقولوا ان هي بتنسيرت في كل العظم بتاع التارسال بون ما عدا التيلس. العضله دي مهمه ليه؟ العضله دي مهمه لان هي مسؤوله عن الحفاظ على شكل الانكل، لان هي ماسكه ليها اكستنشنز كبيره وماسكه في كل العظم، زي ما بيقولوا ان هي بتلم الانكل التندون بتاع العظم بتاع الانكل، وتحافظ على شكل الايه؟ الانكل جوي. وبيقولوا لو حصل فيها مشكله يحصل المشكله المشهوره اللي هي بيسموها فلات فوت. ليه؟ لان العظم ما بقاش ملموم، فبقت ويك، فالعظم فالرجل تفرش، بيسموها تيبيالس بوستيريور ديسفانكشن. المهم التيبيالس بوستيريور ده عظمه عضله، وده اول واحده بتبقى مور ايه؟ مور ميديال. يجي وراها عضله على طول اللي هي اللي رايحه ليه الصوابع، اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس. فليكسور ديجيتورام ايه؟ فلوكس ديجيتورام لونجس دي اللي رايحه تعمل ايه؟ تعمل فليكشن للايه؟ للصوابع بتاعه الايه؟ بتاع الرجل، اللي هي دي خلاص العضله دي اللي هي بيسموها فليكس ديجيتورام. اخر عضله وهي موجوده على الميديال اسبكت، ودي عضله مهمه جدا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي رايحه للصباع الكبير، اللي هي اسمها فليكسور هاليشس لونجس تندون. هاليشس ده معناه صباع كبير، فالفليكسور هاليشس لونجس تندون. الفليكسور هاليشس لونجس تندون بيبقى ماشي في الجروف بتاع ايه؟ بتاع الموجود ورا التيلس ده في البوستير بروسيس، اللي هو ما بين اللاترال، ما بين ميديال تيوبريكل واللاترال ايه؟ واللاترال تيوبريكل. التندون ده بيسموه ايه؟ بيسموه فليكسور هاليشس لونجس تندون، بيبقى ماشي في الجروف ده، فليكسور هاليشس لونجس تندون. بيقولوا ما بين الفليكسور هاليشس لونجس تندون والفليكسور ديجيتورام لونجس تندون بيبقى فيه نيورو فاسكولار باندل. النيورو فاسكولار باندل اللي ماشي هنا ايه يا حنين؟ انت بتشتغلي دوبلر. ايه الفيسلز اللي بيبقى ماشي على الميديال اسبكت كده ورا الميديال ماليلس؟ البوستيريور تيبيال ايه؟ ارتري ونيرف، بيبقوا ماشيين هنا. والنيورو فاسكولار باندل دي اللي هي بتبقى ما بين فليكسور هالشس لونجس وفليكسور ايه؟ فليكسور ديجيتورام. ما بين الاثنين تندون دول بيجي الايه؟ نيورو فاسكولار باندل دول. طيب فده الميديال جروب. يبقى مين الميديال جروب بتوعنا؟ الميديال جروب اول عضله اللي هي مسؤوله عن الديسفانكشن بتاعه الرجل لو حصل اللي يحصل فلات فوت، اسمها تيبيالس بوستيريور. دي عضله كبيره وقويه اسمها تيبيالس بوستيريور، اسمها تيبيالس بوستيريور. بعد كده يجي عضله للصوابع اسمها فليكسور ديجيتورا.
بعد كده لونجس، وبعد كده يجي النيورو فاسكولار بندل، بعد كده تيجي التندون الاخير اللي هو اسمه ايه؟ فليكسور هاليشس لونجس ايه؟ تندون. طيب اما العضلات بتاع الانتيرو كومبوننت دول اللي هم موجودين هنا، فهو في عضله شبه التيبيالس بوستيريور بتبقى قدام اسمها تيبيالس ايه؟ تيبيالس انتيريور، عضله اسمها تيبيالس ايه؟ تيبيالس انتيريور. وبعد كده يجي بقى الاكستنسورز، الاكستنسور بتاع الصباع الكبير، وبعد كده الاكستنسور بتاع الصوابع الباقيين، الاكستنسور بتاع الصباع الكبير اسمها ايه؟ اكستنسور هالشس لونجس تندون، والاكستنسور بتوع الصوابع بتاع بقيه الصوابع اسمهم اكستنسور ايه؟ اكستنسور ديجيتون. ماشي؟ الاكستنسور ديجيتون هتلاقيهم اكتر اربعه سليبس كده، واحد اثنين ثلاثه رايحين رايحين لكل الصوابع اسمهم اكستنسور ديجيتون. الاكستنسور هالشس بتبقى تندون واحد انا رايح الصباع واحد اللي هو الصباع الكبير، واول واحده لقيت بي اس اي تي بي اس انتير، دول اخر اخر واحد، ودول اخر كومبارتمنت اللي هم انتير كومبارتمنت، ودول مش مهمين قوي. يبقى مين هم مين هم التندونز بتوعنا؟ التندونز بتوعنا البوستير كومبارتمنت ده الاكيد ستاندو وماسك في الكاكينيا تيوبروست، اللاترال كومبارتمنت اللي ماشيين ورا اللاترال ماليس هم البرنيس بريفيس وبرنيس لونجس، اللي ماشيين ورا الميديال كومبارتمنت تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس وفليكسور هالجس لونجس تندون، اللي ماشيين قدام تيبيالس انتيريور واكستنسور هالجس واكستنسور ديجيتور. ماشي؟ نعم لا ده لسه في الفوت ده. ماشي؟ اوكي اقدر اشوفهم ازاي؟ زي ما احنا شايفين اهو، شايفين ده الاكزيال بتاع الايه؟ بتاع الانكل. لو انا بقول لكم ان في تندون ماشي ورا ده يبقى ده الاكيلس تندون، لو انا قلت لكم ان ده لاتر ماليوس ولقيت ان في اتنين تندونز هنا ماشيين ورا لاتر ماليوس يبقى ده ايه؟ بيرنيس لونجس لانه ده لاترال وده بيرنيس بريفس. طب انا قلت لكم اللي ماشي ورا ميديال ماليوس ده في اتنين تندونز اهو، واحد هنا اسمه تيبيالس بوستيريور ده ازاي انتيريور يعني؟ تيبيالس بوستيريور والفليكسور ديجيتورم بيبقوا الاثنين قريبين من بعض، وبعد كده تيجي نيورو فاسكولار باندل ويجي تندون لوحده اللي هو بتاع فليكسور هالشس لونجس تندون. خلاص ده التندون بتاع فليكسور هالشس لونجس تندون، يبقى الاثنين هم، وبعد كده يجي نيورو فاسكولار باندل وبعد كده الفليكسور هالشس. طب لو انا بتكلم على القدام يبقى اول حاجه من قدام هنا ده تيبيالس انتيرير، وبعد كده الاكستنسور هالشس، وبعد كده اللي المفروض يبقوا اربعه دولت اللي هم عباره عن ايه؟ اللي هم عباره عن الاكستنسور ديجيتور. ماشي؟ بص هو في حاجه بس معلش، هو الصوره دي انا بالعكس مش كده يعني ده اللاترال ماليوس وده الميديال ماليوس. اللاترال ماليوس ده لو في اتنين تندونز وراه يبقى ده البرينياي صح؟ برينياس لونجس وبرينياس بريفس صح؟ انا بس هو الصوره هنا انا انتربريت غلط، يعني المفروض ان ده اللاترال ماليوس وده الميديال ماليوس، ده الميديال ده اللاترال ماليوس وده الميديال ماليوس، ده اللاترال وده الميديال. ليه؟ نيورو فاسكولار باندل اهم، معلش ده النيورو فاسكولار باندل اللي هو بوستيريور تيبيال ارتري والنيرف واللي حواليه فينز. خلاص فده اللاترال ماليوس، لو ده الميديال ماليوس بس، لو في وراه اثنين تندوس بيكونوا مع بعض يبقى ده تيبيالس انتيريور والفليكس ديجيتور. خلاص ويبقى في نيورو فاسكولار باندل وبعدين يجي التندوس بتاع الايه؟ بتاع الفليكسور ايه؟ فليكسور هالوس. طيب لو لقيت دولت مع بعض برنيس لونجس وبرنيس ايه بريفس ورا لاتر ماليوس، ولو لقيت الثلاثه دول مع بعض اللي هم اول واحده ده تيبيالس انتيريور وبعد كده اكستنسور هالشس وبعد كده اللي بيفردوا دولت تلاقيهم اربعه مع بعض اللي هو عباره عن تيبيالس ايه الاكستنسور ديجيتور. ماشي؟ طيب بيقولوا ان الساجيتال ايمج، اقدر اسس هو احسن حاجه اسس فيها التندونز هم الاكزيال ايمج زي ما احنا شايفين، بس ممكن سيجت الايمج تاسس فيها التندون ده اللي هو الايه؟ الاكيلس تندون، بيبقى التندون متفرد كده رايح يمسك في الكاكينيا الايه؟ كاكينيا تيوبروستي. ماشي؟ اهميه الكلام ده ايه؟ عشان خاطر اشوف فيه تندرابث، التندون تلاقيه تخن وبدا يبقى فيه ابنورمال سيجنال، المفروض التندونز كلهم يبقى لو سيجنال، هنا التندون بتاع ايه اللي فيه المشكله يا شباب؟ يا سلام عليكم، ايه الجمال ده؟ لا مش ممكن. خلاص. طب ده التندون بتاع ايه؟ فليكسور هالشس، لان دولت النيورو باس باند، وده تيبيالس بوستيريو والايه؟ وفليكسور ديجيتور. ماشي؟ طيب والاثنين دولت لا لاترال، احنا لاترال هنا برينيس برينيس لاترال لونجس وايه؟ وبريفيس، وده الوحيد اللي هو ايه؟ عباره عن الايه؟
عباره عن الاكيلس دي تيبيالس انتيريور، وبعد كده الفليكسور الاكستنسور هالشوس، وبعد كده اللي بيفردوا مع بعض يعملوا الاربع صوابع دول اكستنسور ايه اكستنسور دوجيتورم. دايما تلاقي الاكستنسور دوجيتورم بدات تفرد الاربعه اربعه ايه اربعه تندون، دي بتبقى تندون لوحده، وده الايه بيبقى ده الكبير اللي هو تيبيالس ايه تيبيالس انتيريور. طيب ده يا شباب الاكيلس، الاكيلس ده شايفينه ماله المفروض، المفروض يبقى الانتيرو سيرفيس ده ما يبقى ما ينفعش يبقى كونفكس كده، المفروض يبقى فلات او كونكيف. فلو لقيته فيه كونفكس ولقيت انه يبقى بدل ما يبقى اسود بدا يبقى فيه انترميديت سيجنال كده، يبقى ذيس از ايه اكيلس ايه اكيلس تندونوباثي. خلاص طيب دول كان الليجمنت التندون. نخش على الليجمنت بتاعت الانكل. الليجمنت بتاع الانكل عندنا ثلاثه ليجمنت مهمين. ايه هما الليجمنت بتوع الانكل اللي عندنا؟ عندنا لاترال كولاتر ليجمنت، وعندنا ميديال كولاتر ليجمنت، وعندنا حاجه اسمها سيندوزموتيك ايه سيندوزموتيك ليجمنت. نخلص من السيندوزموتيك ده اسهلهم واقلهم اهميه. ايه هو السيندوزموتيك ليجمنت؟ السيندوزموتيك ليجمنت هو ليجمنت موجود ما بين اللات ما بين التيبيا والفيبيا، اللي هو ده ما بين التيبيا والفيبيا، يربط التيبيا والفيبيا مع بعض، يسموه سيندوزموتيك ايه سيندوزموتيك ليجمنت، او ليه اسم تاني اسمه تيبيو فيبيلار ليجمنت، ما بين التيبيا والفيبيا فبيسموه تيبيو فيبيلار ليجمنت. يبقى ما بين التيبيا والفيبيا اسمه سيندوزموتيك ايه ليجمنت، ده اول حاجه وده اسهله. طيب اللاترال كولات ما بين التيبيا تحت تحت ما بين التيبيا والفيبيا، هوريك ازاي في الصور هنشوف. خلاص طيب يجي ليجمنت تاني مهم جدا 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 اسمه لاترال كولاترال ليجمنت. اللاترال كولاترال ليجمنت من اسمه كده موجود لاترالي، بيبقى موجود ما بين اللاترال اللي هو الفيبيلا والايه العظم بتاع الايه التيلس والايه والكالكينيس. عندي ثلاثه كومبوننت منه، عندي واحد اسمه انتيريور تيلوفيبرال ليجمنت اللي هو ده، وده من اهم والمور الموست كومن تندو ليجمنت ان هو يحصل له انجري، هو الانتيريور تيلوفيبرال ليجمنت اللي هو ده. ده بيبقى ماسك منين؟ ماسك من الفيبيلا وراح يمسك في النك بتاعت التيلس، عشان كده بيسموه انتيريور تيلو فيبيلار ليجمنت. تيلو يعني ايه؟ يعني تيلس. فيبيلار ليه؟ لان رايح يمسك في الفيبيلا، بيسموه انتيريور تيلو فيبيلار ليجمنت. ماسك من الفيبيلا رايح يمسك في النك بتاعت الايه؟ في النك بتاعت التيلس، مش احنا قلنا التيلس ليها هيد ونك وبادي، يمسك في النك بتاعت التيلس. طيب في واحد شبهه كده ورا اسمه بوستيريور تيلو فيبيلار ليجمنت اللي هو ده. اسمه بوستيريور تيلو فيبيلار ليجمنت ليه؟ لانه ماسك من ايه؟ من التيلس رايح يمسك فين؟ في الفيبيلا، يسموه بوستيريور تيلو فيبيلار ليجمنت. طيب بيمسك فين في التيلس؟ بيمسك في اللاترال تيوبريكل. انتوا احنا قلنا بوستيريور بروسيس بتاع التيلس فيه اثنين تيوبريكل ما بينهم جروف، الجروف اللاترال التيوبريكل اللاترال بيمسك فيه التندون ده الليجمنت ده اللي هو بيسموه بوستيريور تيلو فيبيلار ليجمنت. وبوستيريور تيلو فيبيلار ليجمنت ده بيقولوا من اقوى الليجمنت، ورير جدا ان يحصل له ايه؟ بيحصل له ان هو يحصل له تور، ممكن يحصل له سبرين ماشي، بس رير جدا ان يحصل له ايه؟ يحصل له تور. خلاص؟ طيب اخر واحد اللي هو اسمه كالكينيو فيبر ليجمنت من الكالكينيوس، رايح يمسك فين؟ في الفيبيلا، وده مش مهم خالص، اسمه كالكينيو فيبر ايه ليجمنت. وبالتالي اللاترال كولاترال ليجمنت الليجمنت الموجودين على اللاترال اسبكت عندنا ثلاثه كومبوننت، واحد اسمه انتيريور تيلو فيبر ليجمنت، واحد اسمه بوستيريور تيلو فيبر ليجمنت، واحد اسمه كالكينيو فيبر ليجمنت، ده مش مهم. يبقى في الاخر خلينا نقول انتيريور وبوستيريور تيلو فيبر ليجمنت. الانتيريور ده المورست كومن ان هو يحصل له انجري، البوستيريور ده الليست كومن انه يحصل له انجري. الانتيرو ماسك في النك بتاع التيلس، البوستيرو ماسك فين؟ في في اللاترال تيوبريكل بتاع الايه؟ بتاع التيلس. طيب اما الليجمنت الموجود على الميديال اسبكت اللي هو بيسموه ميديال كولاترال ليجمنت، يمسك من ميديال ماليلس، يمسك فيه برضه يمسك فيه الكالكينيوس، وبيقولوا في التيلس بس مين اللي بيمسك فيه الكالكينيوس؟ اللاترال اللاترال يا شباب بيبقى مين اللي ماسك فين؟ في التيلس، لان سواء انتير او بوستيرو ماسكين في الايه؟ في التيلس. اما الميديال فمينلي بيبقى ماسك فين؟ بيبقى ماسك في الكالكينيوس. وده ليه اثنين كومبوننت، ليه اثنين كومبوننت، ليه كومبوننت اسمه سوبرفيشال كومبوننت، وليه كومبوننت اسمه ديب ايه؟ ديب كومبوننت. ليه اسم تاني ميديال كولاتر ليجمنت وده مهم اسمه دلتايد ليجمنت، اسمه دلتايد ليجمنت. بصوا يا شباب بيبقى ليه اجزاء كتيره من ماسكه من الميديال ماليلس، ماسكه في البوستير اسبكت بتاع الكالكينيوس، ماسكه في السستنتاكيولار بتيلاي بتاع الكالكينيوس، ماسكه في النافيكيولار بون، كذا كومبوننت مش مهم. المهم لازم نعرف ان الميديا كولاترال ليجمنت ده اتنين كومبوننت، واحد اسمه سوبرفيشال اللي هو ده، وفي واحد ديب ليه تاني تحتيه اسمه ديب ايه ديب ميديا كولاترال ليجمنت، او بيسموه ديب ايه ديب دلتويد، بيبقى ماسك من التيبيا من الميديا اسبكت بتاع التيبيا، يمسك في الايه في التيلس. تعالوا ازاي نشوف نأسس الكلام ده، خلي بالكم عشان ده مهم.
الانكل ليجمنتس دول مهمين، انا بقول لكم هو الانكل ليجمنت تاني مهمين. لاترال كولاترال ليجمنت، وده من مهم مهم جدا. اللاترال كولاترال ليجمنت قلنا اللاترال كولاترال ليجمنت ده بين ايه وايه؟ اوكي ميلي تيلس اللي هو مين ومين عندنا؟ ايوه اسم ايوه الانتيرو بوستيرو اسمهم ايه؟ انتيرو بوستيرو تيلو فيبيلر، ما بين التيلس والايه في والفيبيلا. بصوا بقى همسك ده الفيبيلا يا شباب، شايفين الفيبيلا اهي؟ الفيبيلا دي بيبقى فيها فصه كده في النص، يعني فيها في البطن بتاعها بتبقى كونكيف كده. الكونكيف ده بيسموه ماليولار فصه، يعني الفصه بتاعتها اللي من جوه ده بيسموها ماليولار فصه. الماليولار فصه دي بتطلع ليجمنت، شايفين من بطنها طلع ليجمنت رايح يمسك فين؟ في البروسيس او التيوبريكل ده. التيوبريكل ده اللي هو اسمه ايه؟ لاترال تيوبريكل. ليه؟ لان احنا قلنا ده اللاترال تيوبريكل وده الميديا تيوبريكل وما بينهم جروف. الجروف ده بيبقى ماسك فيه تندون اللي هو بتاع فليكشر هاليشس لونجاس تندون، صح؟ فليكشر هاليشس لونجاس تندون ده، خلاص. فالليجمنت ده، الليجمنت ده اللي جاي من الماليولار فصه رايح يمسك فيه اللاترال تيوبريكل ده البوستيريور تيلو فيبيلر ليجمنت، اسمه بوستيريور تيلو فيبيلر ليجمنت. طيب لو انا لقيت ليجمنت تاني ماسك من الانتيريور اسبكت بتاع الفيبيلا، ده بطن الفيبيلا، ده البوستيريور. اما اللي بيمسك من الانتيريور اسبكت بتاع الفيبيلا من هنا ويجي يمسك فيه يطلع لقدام لغايه لما يمسك في النك، شايفين النك ده؟ دي النك، مش دي، مش احنا قلنا دي الهيد والكونستريكشن، دي النك. فاللي يجي يمسك في النك ده، ده اللي اسمه الايه؟ الانتيريور تيليفيبرال ليجمنت. يبقى الاثنين ليجمنت دول مهمين مهمين جدا، الانتيريور تيليفيبرال ليجمنت والبوستيريور تيليفيبرال ليجمنت. بعرف بس باسس ازاي؟ ابص على اللاترال ماليوس في الاكزيال ايمج، في الاكزيال ايمج ابص على اللاترال ماليوس هلاقي في بطنه حفره، الحفره دي اسمها ماليولار فصه، هلاقي في تندون طالع منها رايح للاترال تيوبريكل اسمه بوستيريور تيليفيبرال ليجمنت. طيب لو ببص على الانتيرو اسبكت بتاع الفيبيلا عند الليفل ده او الليفل اوطى من الماليولار فصه، لو نزلت كمان شويه او عند الليفل ده او اوطى منه شويه، هلاقي من الانتيرو اسبكت بتاع الفيبيلا بيطلع ليجمنت. الليجمنت ده اسمه انتيرير تيليفيبرال ليجمنت، بيبقى طالع من الانتيرو اسبكت كده رايح يمسك في النك بتاعت الايه؟ بتاعت التيلس. ادي اهو شايفين ده اللي من بطن ده رايح جه اسمه بوستيريور تيليفيبرال، وده اسمه انتيرير ايه؟ تيليفيبرال. يبقى اللاترال كولاترال ليجمنت وانا بأسسهم في فين؟ في اي ايمج؟ اكزيال ايمج عند الليفل بتاع ماليولار فوسا او اللاترال ماليولس، عند الحفره اللي فيها اللي هي ايه اللي بيسموها ماليولار ايه؟ ماليولار فوسا. طيب السندزموتيك ليجمنت، السندزموتيك اللي احنا قلنا ما بين ايه وايه؟ ما بين التيبيا والفيبيا. الله ينور عليك. ده التيبيا اهي وده الفيبيا اهي، شايفين ده الليجمنت اللي ما بيربط ما بينهم، ما بين الاقي في ليجمنت كده موجود ما بين التيبيا والفيبيا، مادي ماشي اهو اهو، هو ده الليجمنت ده اسمه سندزموتيك ليجمنت. والسندزموتيك ليجمنت دايما يبقى ماشي اوبليكلي كده، عشان كده ما ينفعش تاسس في الاكزيال، لازم تاسس ان كرونال ايمج. يبقى في الكرونال ايمج هتمشي مع التيبيا والفيبيا وتشوف في ليجمنت بيربط الاثنين مع بعض وماشي اوبليكلي، ده هو ده اللي بيسموه سندزموتيك ايه؟ سندزموتيك ايه؟ سندزموتيك ليجمنت، ماشي؟ في الكرونال ايمجز. طيب اخر واحد اللي هو الليجمنت اللي هو اسمه ميديال كولاتر ليجمنت او الدلتويد ليجمنت، برضو باسس ان كرونال ايه؟ ان كرونال ايمج، باسس ان كرونال ايمج. بصوا بقى خلي بالكم وركزوا، ده الايه؟ ده التيبيا. البروسيس ده اسمه ايه؟ ميديال ميديال ماليلس، خلاص. التيب بتاعت الميديال ماليلس، التيب بتاعت الميديال ماليلس بيطلع منها اتنين ليجمنت، شايفين؟ التيب بتاعت الميديال ماليلس بيطلع منها اتنين ليجمنت، ليجمنت يطلع من هنا ويمسك فيه التيلس، ده اللي بيسموه ديب دلتويد او ديب او الديب كولاترال ليجمنت، خلاص. الديب دلتويد ده، وفي ليجمنت اللي هو ده، وفي ليجمنت تاني سوبرفيشال بيبقى طالع من الميديال ماليلس ويمسك فين؟ في الكالكينيوس اهو، اللي هو البروسيس ده اللي هو اسمه كالكينتكلام تيلاي، اللي هو ده اللي هو بيسموه سوبرفيشال ايه؟ سوبرفيشال دلتويد. يبقى ده الديب دلتويد وده السوبرفيشال دلتويد، الاثنين يسموهم ميديال كولاترال ايه؟ ميديال كولاترال ليجمنت. دايما يقولوا ان الديب دلتويد بيبقى عامل زي شبه الفان شيب، بيبقى عامل شبه المروحه كده، ويبقى فيه تخلله فايبرز اوف هاي سيجنال شويه، بس مش مشكله، المنظر بتاعه فان شيب ده مهم جدا ومميز جدا. اما السوبرفيشال دلتويد بيبقى خط مستقيم زي اي ليجمنت كده، بيبقى ماشي ما بين هنا وبين ايه؟ وبين الايه؟ ما بين الكالكينيوس. يبقى الميديال كولاترال ليجمنت وانا باسس في اجزي ولا كرونال ايمج؟ كورونال ايمج عند الليفل بتاع او ببص على الميديال ايه؟ ميديال ماليلس، هلاقي فيه واحد بيبقى فين؟ فان شيب وماسك في التيلس، ده الديب دلتويد،
واحد بيبقى ماشي من التيبيا رايح للكالكينيوس اسمه ايه؟ سوبرفيشال ايه؟ سوبرفيشال دلتويد. السندس ممكن تبقى اساس كورونا ولا اكزيال ايمج؟ كورونا ايمج ما بين التيبيا والفيبيا وماشي اوبليكلي. اما اللاترال كولاترال ليجمنت بقى اساس اكزيال ايمج عند الليفل بتاع اللاترال ماليلس، عند الليفل بتاع مالي الفوسطه اللي طالع من بطن المالي الفوسطه ده البوستيرو تيلو فيبيلر. اما اللي طالع من الانتيرو اسمه الانتيرو ايه؟ انتيرو تيلو فيبيلر. ايه رايكم هنا الليجمنت هنا اللي بايظ؟ ده الفيبيلر، دي الفيبيلر. ده ايه؟ الانتيرو. الانتيرو تيلو فيبيلر مش موجود خالص، المفروض يبقى في ليجمنت جاي من هنا يمسك هنا في النك بتاعتنا مش موجود خالص، فهو ايه؟ ديسربتد. طب لو قلت لكم ان في تينو ساينوفايتس هنا، التينو دول بتوع ايه؟ ايوه برونيس لونجس وايه بريفس اللي بيبقوا ماشيين ورا لاترال ايه ولا لاترال ماليس. ماشي. طب لو قلت لكم ان في هنا تندون وفي في مشكله برضه، التندون ده بتاع ايه؟ قولي بقى ده الفليكسور هالجس. فليكسور هالجس ليه قلت ان ده فليكسور هالجس؟ ايه هنا بقى مكان التيلس اللي ماشي، بس خلي بالك شايفين ده، ده نيورو فاسكولار باندل بتاعتنا اللي دايما بيبقى ميديا ليها النيورو فاسكولار ايه البيدل. دي كام واحده من الارتي والفين؟ هنا واحده بس. ستي انت شايفه اصلا ده انا شايفهم بالعكس. النيورو فاسكولار باندل اهي، دي اخر حاجه نتكلم عنها. نيورو فاسكولار باندل اللي هي قلنا ما بين الايه، ما بين الفليكسور هالشس والفليكسور ديجيتورام، بيبقى ده النيورو فاسكولار باندل بتبقى موجوده هنا، بتبقى عباره عن بوستيرو تيبيال ارتي حواليهم فين، وبيبقى معاه بوستيرو تيبيال ايه، بوستيرو تيبيال نيرف. ساعات يحصل بوستيرو تيبيال نيرف الاقي فيه، بصوا هنا شباب اهو شايفين ده ال 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 العضلتين دول اللي هو تيبيادس بوستيرير والفليكسور ديجيتورام وفليكسور هالشس، ما بينهم الايه النيورو فاسكولار باندل اللي هو الارتري واثنين فين، والنيرف اللي هو ده اللي هو بوستيرو تيبيال ايه نيرف. ساعات يحصل منه تيومر يطلع من النيرف يسموه نيرف شيس تيومر اللي هو الشوانوما او النيورو فايبروما، ممكن يطلع من الايه، من البوستيرو تيبيال ايه، بوستيرو تيبيال نيرف. خلاص انا كده خلصنا الانكل، ماشي خلصنا ماسكولو سكيرتال. المره الجايه مهمه جدا 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 الساعه 8:30، متاخروش عشان المحاضره تبقى طويله لان احنا هنراجع فيها كل الماسكولو سكيلتال. واحد ااا